صعيب عليا اليوم نلقى كلمات تعبر على الاحساس والحزن ديالك. اكيد ما تنسيرش وما تندبرش الجامعه بشكل يومي، لكن كمغربيه حزينه جدا لان طعنت من فلذات اكبادي كلهم واحد خير عليهم كبير من الصغير حتى الكبير. يمكننا نختلفوا على بزاف د الحوايج. انا صراحه ما كنتش متابعه السير اليومي لان كنت في فتره حداد، وهذا هو اول مره كنخرج. يمكن يكون الاختلاف. شنو هو هذا الاختلاف اللي ما يمكنناش نحطوه على الطاوله؟ اذا كان اختلاف علاش ما تعلنش في الوقت ديالو؟ علاش ما علموناش؟ تيعيطوا لي كلهم في التليفون. نهار مشاو لمصر جاو تعشاو عندي في الدار وقلت لهم هذه الكلمه وما بحضور الاخوان. زوج دوالي توفى، انتما هما السند ديالي، انتما هما بابي. قيمة المغرب ما تستحقش. المغرب تيقيد افريقيا وحنا قويين باخلاقنا وبالهيبه ديالنا. كيفاش هذه سابقه عمرها ما كانت في تاريخ الكره الطائره، عمرها ما كانت. عندي اصدقاء ديالي من القاره الاسيويه، من القاره الاوروبيه، من القاره الافريقيه، من القاره الامريكا اللاتينيه، تيقولوا لي شنو هاد الفضيحه؟ دو جامي في دون لي زانال دو فولي بول كون ايكيب تجي وتوقف دازت الدور الاول بامتياز ما شاء الله عليهم، كان عندهم ان باركور اكستراوردينير. ما فهمتش، دازوا الكارد فينال ومن بعد. اذا هاد الاولاد انا تنعرفهم، ولاد طيبين يعني مخلقين. يعني انا الان مصدومه لان مذهوله في كيف في الشيء اللي يمكن اللي يطرى لهم. اكيد هناك ايادي خفيه وراء هذا، وهذه يعني قضيه او مؤامره ممنهجه ضد ضد مصالح البلاد وضد شخصي كرئيسه الكونفدراليه الافريقيه. صعوبه اليوم ديالي كاين عقوبات جذريه لازم ننزلوها على المغرب. واش مسهله لي راك بلادي؟ ما عنديش بنتي كل الشان محلي داخليا اللعابه الجامعه سي فام بروبليم. سو بروبليم فا او دولا، فا او دولا دو لا ديبلوماسي سبورتيف. اسكو انا اليوم كاين خيارين باش ما حنا بحال فاميلا تنشاوروا بعضياتنا؟ كاين ما كاينش، كاين حلين ما فيهمش ثالث. اما كرئيسه الجهاز القاري، لان هذا الشيء ما يمكنش، معنا مكتوب قوانين لازم ان تطبق مصادق عليها من 54 بلاد اللي هي حرمان المغرب من البطولات الافريقيه اما على مرتين ولا مره واحده. غرامه ماليه، نتجاوزوا الغرامه ماليه 22000 فرانك سويس، دونك 22000 فرانك سويس. نربحوا الخطير، دزنا كنا التصنيف ديالنا 39 عالميا من اصل 222 دوله، مرينا من 39 53 اوجوردي، اون ا بيردو 14 بوان او نيفو دو رانكين مونديال. هادو راه خدمه ديال سنوات، شكون اللي عنده الحق يدير هادشي بلادو؟ رجع 14 المره، هذا راه التمركز وفريق مزيان تكنيكمون. انا بنت الفولي تكنيكمون سون بون تكنيكمون، جو سي با كاس كي سي باسي. هادو ولاد زعما واحد واحد شدوهم، ولاد مزيانين وطيبين وما عرفوش يمكن درجة او الخطوره ديال هادشي. ما يقدروش يديروا هادشي، ولكن يعني كاين نيه مبيته، كاين